أكيد متابعين بفقراتنا لليوم وحلقاتنا الخاصة من معرض دمشق الدولي. أهمية هالسنة أنه في أجنحة كتير حتى للمؤسسات الحكومية فرح، منها وزارة الإسكان اللي كان لها جناح خاص بالمعرض، ولنحكي أكثر عن مشاركتهم اليوم معنا الأستاذ محمد خيربيك رئيس جناح وزارة الإسكان بمعرض دمشق الدولي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح خير سوريا، صباح خير لشعبنا الصامت، صباح خير لجيشنا الجبار، صباح خير لقائدنا العظيم، وصباح خير لكم الاخباري العظيم. صباح اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. يعني قبل ما نعرف تفاصيل الجناح بدنا نعرف كيف كان اول شيء الاقبال الناس على هذا الجناح. هلا المعرض دمشق الدولي هالسنه هي كان له امتياز كثير خاص، يعني هذا المعرض بعراقته يعتبر اقدم معرض بالشرق الاوسط، وهو استمراريته من 1954، فمعرض ضخم جدا، معرض دولي. الاقبال اللي صار عليه كان مذهل، يعني اول نهار يوصل عندك تعداد لتقريبا 800,000 باحصائيات مؤسسه المعارض، هو شيء رائع جدا. كان الاقبال الجماهيري كثير كثير مبدع، يعني في عندك انت شعب تواق للحياه للفرح، شاف انه مدينه المعارض رجعت للحياه، فانطلق اتجاهها من كل محل. انا شفت اصدقاء كثير من كل المحافظات اجوا، من دمشق، من اللاذقيه، من طرطوس، من حما، من حمص، كل العالم اجت بس تحضر افتتاح معرض دمشق الدولي طبعا بكل ايامه. وزاره الاسكان عليها اليوم العاتق الاكبر بالمرحله القادمه، هي مرحله اعمار سوريا. خلينا نحكي شوي عن الرؤى المستقبليه او المشاريع اللي تم عرضها بمعرض دمشق الدولي. نحن جناحنا المؤسسه العامه للاسكان هو جزء من جناح وزاره الاشغال العامه والاسكان. المؤسسه العامه للاسكان هي مؤسسه اقتصاديه ذات طابع اجتماعي وتعتبر رافعه للنهضه العمرانيه بسوريا. طبعا مشاريعنا بكل محافظات سوريا ومتنوعه جدا جدا، في عندنا من السكن الشبابي للادخار للسكن البديل، عندنا المناطق الاستثماريه، مشاريعنا بكل محل وكلها متوجهه لشرائح المجتمع كافه وشرائح ذوي الدخل المحدود. ف دورنا كثير كبير بمرحله اعاده الاعمار، وسوريا هلا جايه على مرحله انفتاح اقتصادي ضخم جدا، استثمارات ضخمه جدا ان شاء الله، هي نهايه الحرب باذن الله ما بكفي هالسنه، وبالتالي في عندك شركات كثير، يعني انت بتتفاجئي بانه 43 دوله شاركت معك بشكل رسمي وغير رسمي. هالمشاركات هي اكبر دليل انه انت وجهتي رساله سياسيه قبل ما يكون اي شيء، انه هي الحرب انتهت وسوريا انتصرت، طلعت منتصره بكل شيء، اقتصاديا واجتماعيا سياسيا بكل شيء. هلا انت المعرض فيه له اوجه كثير، الاوجه كلها الحمد لله تم تغطيتها وتم التفاعل معها من كل الدول، يعني شفنا اصدقائنا من دول ثانيه، من روسيا، من الصين، كلياتهم جايين، وكلياتهم جايين بتواقين لفتح استثمارات هون ولفتح عقود، فإعادة الأعمار جاي وإن شاء الله حيكون ضخم جدا. إن شاء الله. يعني أستاذ محمد لما نحن بنحكي عن هي المرحلة أو حتى المرحلة المقبلة، نحن ما فينا ننكر كم الدمار والخراب يلي صار بسوريا، بالمقابل في حلم عند كل شاب إنه هو يمتلك بيت خاص فيه ويعني يأسس عائلة ويأسس مستقبل فيه، فخبرنا اليوم شو ممكن وزارة الإسكان تقدم إن كان تسهيلات وإن كان عروض جديدة لأي شاب حابب إنه يمتلك بيت أو أسرة راح بيتها وحابة ترجع تعيد بناء من جديد. هلا إعادة الأعمار بسوريا ما بيعتمد بس على الإسكان، يعني القطاعات الدولة كافة هي مخولة بموضوع إعادة الأعمار. ومؤسسة الإسكان لها عاتق كبير بهذا الأمر. نحن بلشنا بإعادة الأعمار بقلب الحرب، ما انتظرنا نهاية الحرب. بلشنا المناطق اللي مؤسستنا فيها لها مشاريع فيها. هلا حاليا في عندك أنت مناطق كثير قيد الدراسة لطرح مشاريع لهذا الأمر. الشباب السوري أكيد هو حلم، البيت حلم لأي شاب. ونحن مهمتنا كإسكان نحاول نأمن الظروف المناسبة والمشاريع المناسبة لتأمين هالسكن. نعم. يعني أستاذ محمد هلا مكملين أكيد مع ضيفنا من وزارة الإسكان. أكيد أستاذة، يعني كنا عم نحكي عن العروض اللي قدمتوها بوزارة الإسكان ومشاركتكم بالمعرض دورة 59، خلينا نحكي كمان عن رأيك بما عم تقدمه الجناحات الاقتصادية الثانية. هلا حسب اللي جولت بالمعرض أكيد. طبعا أكيد. حسب الشيء شفناه بفترة التحضير، لأنه مثل ما بتعرفي حضرتك نحن ضلينا هون بمدينة المعارض ومن حسن حظنا فترة التحضير كلها اللي هي تقريبا كانت شهر ومع فترة المعرض. فما شاء الله مثل خلية النحل، الوزارات الثانية كلها، الجهات الخاصة، الجهات العامة، كلها كانت عم تقدم أجمل ما عندها.
مشاريع جديده، شو عندها استثمارات، شو عندها شيء تقدمه للمواطن، للجهات الخاصه، للمستثمر الاجنبي اللي جاي، للمستثمر العربي، لحتى المحلي. فكان عمل الاجنحه لوزارات الدوله كثير رائع. عندنا بالوزاره الشغل العام والاسكان قدمنا كمؤسسات الوزاره، نحن اخذنا 10 قطاعات، فقدمنا كل الخدمات اللازمه للمواطن، كل الاستفسارات، الاستعلامات اللي سأل عنها المواطن بالنسبه للشيء اللي بخصه كمشاريع. بتعرفي عندنا مشاريع سكن شبابي والادخار، هلا كنا عم نحكي فيها، هي حلم للمواطن السوري، لكل شاب. فكان عندنا كثير كم هائل من الاسئله عن المشاريع، امتى حيصير تسليم، امتى حيصير في تخصيص، وين وصل المشروع. هلا حتعلنوا عن الهيئه ويعرفوا العالم. في اعلان الكتابات الجديده مثلا، في عندنا كذا مشروع، في عندنا مشروع المدينه الخضراء بمعرونة التل، في ناس كتبت عليه فعم تطمن انه نحن وين صرنا بمشروع، بنى تحتيه، في بدايه بناء ولا لا. فهي الاسئله كلها بحاجه جواب، نحن كنا عم نقدم كل الاجوبه للاسئله المطروحه. نعم، مثل ما عم نلاحظ استاذ محمد اليوم بين مختلف الوزارات لما بتكون باي مشروع او خطوه جديده عم يتم تشبيك مع وزارات اخرى او مع قطاعات اخرى، اليوم وزاره الاسكان مع مين فينا نقول ممكن تشبك او تتعاون حتى ايدها بايدها لحتى يمكن ينتج مشاريع جديده وتطور باليات العمل؟ هلا نحن وزارتنا الحمد لله مشبكه مع كل الوزارات. نعم. لانه نحن بقطاع البناء نتعاون مع الكل، نتعاون مع المياه، نتعاون مع الكهرباء، نتعاون مع وزاره الاداره المحليه. فعمليا وزارتنا شابكه مع الكل اساسا بنطاق عملها من سنوات طويله، وحاليا في كثير تنسيق عالي باللجان المختصه بهذا الامر. طيب خلينا نحكي لك عن الصعوبات اللي بتواجهتكم كوزاره اسكان بتاخير يمكن نقول بعض المشاريع او يمكن صعوبه بانه تنجز بوقت سريع مثل ما كانت. خلينا نحكي عن هالصعوبات وحتى بس نحط العالم بطبيعه شغل وزاره الاسكان. هلا بالنسبه للوزاره او بالنسبه لعمل قطاع الاسكان او البناء، انت في عندك مشكله اساسيه دائما بتتعرض لها المشاريع هي تامين الارض. تامين الارض بيكون هو المرتبه الاولى، العنصر الاول اللي نحن بنسعى اتجاهه. بس تامنت الارض بتصير عمليه دراسه لها، الدراسه بتتم بشكل دقيق لمعرفه شو امكانيه طرح مشاريع على الارض هي، بعدين بتم طرح اكتتاب لهذا المشروع، بتشكل مشروع طبعا بيتسمى شو امكانيه المشروع تكون ادخار، سكن شبابي، اي نوع. بعدين بينطرح للاكتتاب، المواطن بيكتتب عليه بفتره محدده، بنكون نحن طبعا فتره قبلها معلنين عليه بالجرائد، بالتلفزيون، على الفيسبوك، على صفحه المؤسسه، بكل وسائل الاعلام. بفتره الاعلان المواطن بياخذ معلومات كامله طبعا، بعدين بتيجي فتره الاكتتاب، بيكتتب المواطن، طبعا هذا الامر بيختلف كمان بالنسبه للمشروع كنسب. بعد الاكتتاب بتصير عمليه قرعه، القرعه بتحدد مين المستفيد من حاله الاكتتاب. اللي ما بتخضع ما بيخضع للقرعه بيسترجع الدفعه اللي سجلها، اللي دفع الاكتتاب للمصرف العقاري، واللي بتخضع عليه القرعه بيدفع دفعه اولى وبيدفع اقساط شهريه محدده حسب المسكن، حسب الفئه، لحتى يستلم المسكن تبعه. بعدين بيصير في تخمين نهائي وبيسدد جزء من المبلغ وبيباقي بقسطه ل 15 سنه او 20 او 25 سنه. نعم. فهي الاليه بتصير فيها مشاريعنا وبصير فيها تسليم مساكن. لما بدنا نحكي عن المعرض اليوم وشو قدم يمكن لوزاره الاسكان، قد ايه فعلا يمكن فتح عليها ابواب ثانيه مثل باقي الاجنحه، فشو قد بتشوفوا اليوم في اهميه كثير كبيره لمشاركتكم؟ بقول لك الشيء اللي كان كثير واضح انستي هو موضوع المستثمرين. يعني عدد المستثمرين اللي اجى وسال عنا بالوزاره على امكانيه التعاون مع الوزاره بقطاع العمل، ان كان كعقود وان كان كمناطق استثماريه، عدد كثير كبير. وهذا اكبر دليل انه في توجه ضخم باتجاه اعاده الاعمار عندنا بالبلد، باتجاه المشاريع الاسكانيه. هذا الموضوع كثير حساس وكثير ايجابي، فكان له ناحيه ايجابيه كثير كبيره. يعني 43 دوله شاركت بمعرض دمشق الدولي، هلا كان في دول عربيه عم تزور جناح وزاره الاسكان، شو كانت الاراء اللي سمعتوها من العالم وايضا من الوفود العربيه المشاركه او الاجنبيه؟ هلا اجانا وفود من روسيا، اجانا وفود من لبنان، من مصر، من عده دول، وكلهم كانوا عم يسالوا على البيئه المناسبه للاستثمار عندنا بالبلد بقطاع الدوله، مع قطاع الدوله طبعا. نعم. بالتشابك. هي الدول طبعا عم تقرا صح المستقبل، انه سوريا رايحه باتجاه الاستقرار الكبير،
ولفتح بيئة مناسبة للاستثمارات لكل العالم، فهن جايين عم يحاولوا يحجزوا المقعد الأول. أكيد نحن بدنا نشكر وجودك معنا لليوم وبنتمنى لكم التوفيق بوزارة الإسكان، وبنتمنى فعلا نلاقي مشاريع وجهود حقيقية عم تطبق على أرض الواقع اللي هي بترجع بالخير على كل مواطن سوري وكل شاب سوري. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا. أنا بدي أتشكر وجودك وبدي أقول لكم موفقين، والمرحلة الجاية عندكم يمكن شغل كثير طبعا مرحلة إعمار سوريا، موفقين بالشغل إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا.